السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، معكم أستاذ مصطفى السيد. إن شاء الله هنكمل سلسلة فيديوهات سكند وان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جيناتيك كيس جديدة اسمها complementary genes. عشان تفهم معنى الكلمة دي فركز بقى معايا في الإكزامبل اللي جاي دلوقتي. يا سيدي سي إن أنا عايز أجيب لون اورنج. يلا اضغط يا باشمهندس، اضغط اضغط اضغط. اوكي الاورنج، انا تبل ده اورنج اهو، عايز اعمل لون اورنج. هتقول يا مستر لون اورنج بيجي من اللون الريد مع اللون اليلو اهو. حد هنا في مشكله؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي علشان تطلع لي لون اورنج فانت محتاج لونين اتنين مع بعض. ليه؟ اصل اللون الاورنج مش مين كالر، مش من ضمن المين كالرز، ده هو بيجي نتيجه الميكسنج بين اليلو والريد. طيب افرض يا سيدي انت عندك لون ريد بس، هينفع تطلع لي منه اورنج؟ تقول لي لا يا مستر. طيب ينفع، او انت عندك يلو بس ينفع تطلع لي منه اورنج؟ هتقول لي برده لا يا مستر. ليه؟ لانه علشان الاورنج يطلع لازم الاثنين يكملوا بعض، لازم اليلو مع الريد يشتغلوا مع بعض علشان يطلع الاورنج. الحاله الوراثيه بتاعت النهارده اللي هي الجيناتيك كيس اسمها الكومبلمنتري جينز او الجينات المتكامله. يعني ايه الجينات المتكامله؟ يعني جيناتها تكمل بعض علشان تعمل لنا ابييرنس لتريت. طيب تمام، انت معودنا يا مستر ان كل حصه بناخد اكزامبل. بص يا سيدي، حالة النهاردة هنتكلم على الابيرنس للفلاور كالر في بلانت اسمه السويت بي، وده اسمها الكومن. الاسم العلمي اللي عليك اللي انت مطالب بيه هي بيسموها البي فلاور بلانت. مستر مش دي كان بتاع مندل؟ لا يا حبيبي، دي اسمها بي فلاور بلانت. بتاعت مندل كان اسمها بي بلانت على طول، مفيش كلمة فلاور دي. فعلشان كده دي حالة تانية عندنا اللي هي الكومبلمنتري جين. والاكزامبل اللي عليك تحفظه ان احنا هناخد الانهيرتنس للكالر للفلاور كالر في بلانت البي فلاور بلانت او السويت بي. طيب تمام، فهمني يا سيدي. العلماء لما قعدوا يبصوا على البلانت ده لقوا ان اللون البينك هو اللون الدوميننت، وان اللون الوايت هو اللون الريسيسيف. تمام ماشي، على اساس ان احنا يا مستر يعني خلصنا الدوميننت والريسيسيف في مندل فيرست لو سكند لو. يعني يا حبيبي بس اصبر اصبر ما تستعجلش. قال لك اللون البينك علشان يظهر، ركز بقى معايا، بيحتاج تكامل. تكامل من مين؟ من تو بيرز اوف جين. جين اولاني وجين تاني. ايوه مش فاهم. بص يا سيدي، محتاجين الجين ده يكون اكتف وشغال علشان يطلع لنا بروتين، ومحتاجين الجين ده يكون شغال واكتف علشان يطلع لنا بروتين. الجين الاولاني هيطلع لنا بروتين 1، الجين التاني هيطلع لنا بروتين 2. الاثنين البروتينات لما يقابلوا بعض يطلع لنا اللون البينك. يعني انا كده مستر اقدر افهم ان اللون البينك زي اللون الاورنج محتاج لونين. وهو نفس الفكره اهي. البينك علشان يظهر محتاج الجين الاولاني يطلع بروتين بلون، محتاج الجين التاني يطلع بروتين بلون، فاللونين مع بعض يدونا اللون البينك. طيب وانا امتى يا مستر اقول انه اللي قدامي ده بينك كلر؟ قال لك بص يا سيدي، الجين الاولاني هو ايه كابيتال؟ ايه كابيتال. الجين التاني بي كابيتال بي كابيتال. طيب ده معناه يا مستر؟ كلمة كابيتال معناه انه الجين موجود وشغال وطلع البروتين بتاعه، وكلمة بي كابيتال معناه انه الجين التاني موجود وشغال وطلع اللون بتاعه. فلما اجي اقول لك الجينو تايب اللي قدامك ده بيريبريزنت اي كلر، هتقول لي يا مستر بينك. ليه؟ علشان الجين ده اشتغل وطلع البروتين، والجين ده اشتغل وطلع البروتين، فاللون الاثنين كملوا بعض فطلع لي البينك. طيب افرض يا سيدي، انا عايز اتاكد انك فاهم، افرض انا عملت المنظر عامل كده، ركز بقى معايا. هتقول لي يا مستر شكله بينك اهو. لا يا حبيبي اهدى بقى اهدى. اولا الجين ده اللي هو البي شغال اهو فطلع البروتين بتاعه، بس الجين التاني مش شغال،
يعني ما طلعش بروتين، معنى كده ان اللون اللي قدامي ده لون وايت. طيب بص على تحت الجين ده اهو، اهو لو انت شايفه كابيتال لتر يعني شغال اهو، هيطلع البروتين بتاعه. الجين ده مش شغال، معنى كده انه ما طلعش بروتين. هل البينك هيظهر؟ لا، لانه البينك محتاج ده يكون شغال وده شغال، معنى كده انه ده برضو واي. ايه ده يا مستر، يعني انت تقصد انه نفس فكره برضو الاورنج والريد؟ اه نفسه نفسه، ما هو من شويه انا قلت لك الاورنج عايزين نطلعه لازم يكون فيه ريد ولازم يكون فيه يلو. هنا لو انت بصيت في واحد مش موجود مثلا، وليكن اقول الريد، الواي اليلو موجود فهيفضل اللون يلو، هنا الريد موجود بس اليلو مش موجود فبرضه هيفضل لون يلو. هنا بقى احنا بنقيسه على البلانت بتاعنا، ان انا عشان اقول ان اللي قدامي ركز بقى معايا كومبلمنتري جين او بينك كلر، انت محتاج اتليست كابيتال لتر من كل حرف. يعني المنظر ده اهو لما اجي اسالك هو بيريبريزنت اي كلر، هتقول لي ثواني يا مستر هنا ايه كابيتال ايه سمول، الايه كابيتال موجود شغال، هنا بي كابيتال بي سمول، فمعنى كده ان البي كابيتال شغال فالانزيم شغال والده شغال، فمعنى كده ان اللون بينك، معنى كده ان الجينوتايب اللي قدامي بيريبريزنت البينك كلر. طيب تمام صح كده. طب ما تيجي نشوف الجيناتيك كيس اللي علينا، شوف المثال اللي جاي ده. خلينا نرجع للبي بلانت بتاعت مندل، بس معلش هرجع معاكم لحظات وبقى نرجع للدرس بتاعنا. لو تفتكر كنا بناخد الفلاور كلر وقلنا ان اللون الوايت هو الرصاص، فانا هجيب وايت مع وايت هيدينا ايه؟ هتقول لي يا مستر يعني ما فيهاش اوبشن، يعني هيدينا وايت سيفر ريسيسيف، مع ريسيسيف بتدي ريسيسيف جد. لو احنا خدنا بعضنا ورحنا برضو للبي بلانت بس السكند لو بقى، خدنا مين لو تفتكر مثلا الجرين اللي هو كان واي سمول واي سمول، زوجناه مع مين؟ مع جرين واي سمول واي سمول، ما هو الجرين ده كان عكس اليلو اللي هو الريسيسيف بتاعه، فهيدينا عيال كلها يلو. اقول لك صح. طيب خد المثال التالت، اخدناه في البلاد جروبس، خدنا مين لو شخص او جوز واحده ست او، فالعيال اللي هتطلع او او، صح ولا لا؟ ايه يا مستر يعني قول لي البوينت اللي عايز توصلها. عايز اوصل لك انه لو انت عندك ريسيسيف مع ريسيسيف 100% لازم يديك ريسيسيف، ما فيهاش اوبشن. لو انا بقول لك معاك ريسيسيف مع ريسيسيف لازم يديك ريسيسيف، ريسيسيف مع ريسيسيف لازم يديك ريسيسيف، دي قاعده، دي قاعده لها اكسبشن واحد هقوله حالا بس، لكن هي القاعده انه اي ريسيسيف مع ريسيسيف لازم يدي ريسيسيف. طيب انا بقوله ليه؟ علشان اللي جاي اهو. بص يا سيدي، قال لك احنا هنجيب ايه؟ هنبقى بقى نشرحها في واحده جديده. قال لك هنجيب بقى نرجع للبي فلاور بتاع بلانت بتاعتنا اهو، البي فلاور اللي هي السويت بي. قال لك هنجيب بيرنت لونه وايت جاد، هنزوجه مع وايت. هتقول لي يا مستر زي اللي انت لسه قايله حالا، فالعيال اللي هتطلع وايت. اقول لك والله صح يا حبيبي، بس اصبر بس شويه اصبر. الوايت الاولاني هندينه الجينوتايب بتاعه ايه؟ كابيتال ايه؟ كابيتال بي سمول بي سمول، ده وايت لانه ده شغال بس ده مش شغال، فمش هينفع يعني مش هينفع يدي بينك. طيب والوايت الثاني ايه؟ سمول ايه؟ سمول بي كابيتال بي كابيتال، تمام برضه ده البي شغال بس الايه مش شغال، فبرضه مش هيطلع لي بينك. يلا نجيب الجاميتس اهو، هنا هناخد لتر ايه اهو مع لتر بي، ادي الجاميت الاولاني. هنا هناخد ايه؟ سمول مع بي سمول مع بي كابيتال اهو. تعال نشوف العيال اهو، اف العيال بتيجي منين؟ لما نجيب الجميد ده يقابل الجميد ده اهو، هيدينا ايه؟ كابيتال ايه؟ سمول بي كابيتال بي سمول. الله الله عليك يا مستر، ده انت كده هتودينا في داهيه. بص يا حبيبي لو انت واخد بالك، فده ايه شغال وده ايه شغال، فاللي طلع لك 100% البينك كلر اهو 100%، وهي ده الاكسبشن الوحيد اللي انا قلت لك عليه من شويه. قلت لك ايه؟ ان كل ريسيسيف مع ريسيسيف بيديك الريسيسيف، الا في الحاله بتاعت البي فلاور بلانت اللي هي السويت بي، الريسيسيف مع ريسيسيف اداك الدوميننت، ودي مش هتشوفها تاني. يعني فكره الاكسبشن انه ريسيسيف مع ريسيسيف يدي دوميننت، ده مش هتشوفها تاني غير في دي بس، هي دي اللي عليك بس، مفيش اوبشن تاني. طيب تمام. وانا مستر دلوقتي لو انا مسكت العيال دي اللي هو ايه؟ كابيتال اسمول بي كابيتال باسمول، كروسنج مع بعضهم، زوجتهم مع بعضهم، ايه اللي يحصل؟ اهو يلا نحلها يا سيدي ولا زعل نفسك اهو، دول هنخليهم هما بقى السكند جنريشن بي 2. يلا نجيب الجاميتس، ركز بقى معايا عشان الجاميتس كتير. اول حاجه هنمسك الجاميتس، هناخد الاي كابيتال مع البي كابيتال اهو، وبعدين هناخد مره الاي كابيتال مع البي سمول. اللي مش عارف فمحتاج يرجع تاني لاول فيديو هنا انا شرحت فيهم، لانه قلت لكم قبل كده انه علم الجيناتكس علم بوسيبلتيز احتمالات، فانا بحط كل الاحتمالات، انا ما اعرفش مين من الليترز هيقابل مين. تمام.
نيجي اللي بعده. هناخد بقى الاي سمول مع البي كابيتال، او الاي سمول مع البي سمول اهو. طيب ما تيجي نجيب لي ده، يلا بقى شاطر انت اعملها. هتقول لي الاي كابيتال مع البي كابيتال، تمام. هتقول لي الاي كابيتال مع البي سمول، جاد. هات لي ده مع ده، اي سمول بي كابيتال، اي سمول بي سمول. هتقول لي يا مستر ما هو زي اللي فات، ما اقول لك صح، ما هو الاثنين شبه بعض. يلا يا سيدي، ده دلوقتي كده مين؟ الجي 2. احنا بقى عايزين نجيب الاوف سبرينج اللي هم العيال. تقول لي يا مستر العيال بقى، بما انك انت قلت لي ان دي احتمالات، فاحنا هنجيب ده واحتمالاته مع دول كلهم. معنى كده ان كل واحد من الجابيتس هيكون ليه 4 possibilities. طب احنا عندنا كام؟ 4، وهنا 4، 4 multiply 4 هيدينا 16. يلا نشوف ال 16. اول واحد ده مع ده هيديك اي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال. انت ممكن تعمل بوز للفيديو واقعد حل فيها انت لوحدك. اي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال بي سمول، بعدين شوفها صح ولا غلط، يعني كانك بتصحح نفسك. اي كابيتال سمول بي كابيتال بي كابيتال، اي كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول. ده كده الاحتمال الاولاني. هنجيب ده بقى ونزوجه برضو مع كل اللي فوق، هنضربه مع كل اللي فوق، هيدينا اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي سمول، اي كابيتال اي كابيتال بي سمول بي سمول. هنا اي كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول، هنا اي كابيتال سمول بي سمول بي سمول. ها ده تقول لي اي كابيتال سمول بي كابيتال بي كابيتال، ده مع ده اي كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول، اللي بعده سمول سمول بي كابيتال بي كابيتال، ده سمول سمول بي كابيتال بي سمول، اخر واحده. طبعا في ناس بتحل الكروسنج ده بطريقه تانية غير التيبل وغير الطريقه اللي انا بعملها، عادي مش تفرق معايا، المهم انت تكون بتعرف تحله خلاص. هنجيب ده مع كل اللي فوق، اي كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول، ده مع ده هيدينا اي كابيتال سمول بي سمول بي سمول، ده مع ده اي سمول سمول بي كابيتال بي سمول، ده مع ده اي سمول سمول بي سمول بي سمول. طيب ركز بقى معايا عشان نشوف النواتج، يهمني جدا نعرف النواتج. خلينا نغير اللون ده، وغير الاخضر، غير الاخضر، غير غير غير، اوكي البلاعه مدقون. المهم بص يا سيدي، اللون ده ايه؟ هتقول لي يا مستر بينك، اهو كابيتال كابيتال، هنا برضو ده كابيتال، ده كابيتال بينك، هنا كابيتال كابيتال بينك، هنا كابيتال كابيتال بينك. طيب هنا تقول لي برضو نفسه كابيتال كابيتال بينك، هنا لا هنا افق، لانه هنا ده شغال بس ده مش شغال، فده مش بينك، ده واي. تمام اللي بعده ده، هتقول لي يا مستر ده كابيتال وده كابيتال فده بينك، جدع. اللي بعده ده كابيتال بس ده سمول، يبقى ده مش شغال، يبقى ده لون وايت مش بينك، لانه البينك انا محتاج اتنين مع بعض كابيتال اي وبي. طيب ده ايه؟ هتقول لي ده كابيتال وده كابيتال فبينك، ده كابيتال وكابيتال بينك، ده اقف عنده. هتقول لي يا مستر ده سمول مش شغال وده كابيتال، بس واحد فيهم مش شغال فده وايت. نفس الفكره نفس الفكره اهو، ده مش شغال بس ده شغال، معنى كده انه اللون وايت، اللون بينك مش هيظهر لي، اللون بينك عشان يظهر محتاج كمان كابيتال. طيب ده هتقول لي اهو لا ده بينك بقى، ليه؟ ايه كابيتال شغال وبي كابيتال شغال موجودين. طيب ده ايه؟ هتقول لي ده وايت. طب ده ايه؟ هتقول لي ده وايت. ده ايه؟ هتقول لي ده وايت بالثلث، هو ده الوحيد دلوقتي اللي انا عارفه اصلا. ماشي يا حبيبي، يلا بقى نعد ونشوف الريشوز. ادي كده بينك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بينك. طيب كم واحد وايت؟ 1 2 3 4 5 6 7 اهو. هل بقى انا ينفع اعتمد انه الانهيرتنس للتريت اللي قدامي دي اللي انا شرحت فيها دي، بقى لي صعب اشرح فيها دي، هل اعتمدها تبع السكند لوف مندل؟ ما هو السكند لوف مندل هو برضو الوحيد التو اكزامبلز الوحيدين اللي في المنهج عندك اللي بيدوك 16 ريزلت اوف سبرينج، هل يمكن اعتبره زيه؟ لا طبعا مستحيل يا حبيبي، لانه مندل السكند لو كان بيديك ريشيو 9 to 3 to 3 to 1، لكن اللي قدامك 9 to 7 على طول دايركت، فما ينفعش اقول انه ده زي ده، ما ينفعش. الحاجه الثانيه وخدها بقى وركز معايا، السكند لوف بتاع مندل كنا بنتكلم على الانهيرتنس لتو تريت، لو تفتكر السيت شيب والسيت كلر، فده بتتحكم فيها تو جين وده بيتحكم فيها تو جين، فهم اربعه. هنا احنا بنتكلم على الانهيرتنس اللي وان تريت، هي تريت واحده بس كنترولد باي تو بيرز اوف جين، يعني ده مع ده مع ده هيطلع لي البينك. فاحنا هنا بنتكلم على وان تريت وكنترولد باي كام؟ تو بيرز اوف جين، وهي دي برضو الحاله الوحيده. انا بقول لك درس النهارده اللي هي بتاعت الكومبلمنتري جين دي كلها اكسبشن، دي الحاله الوحيده برضو في منهجك اللي هي وان تريت كنترولد باي تو بيرز، انت عارف انه اي تريت كنترولد باي وان بير اوف جين الا دي. طيب خد اللي جاي، حتت بقى ايه؟ فنيات.
بقى بيتكلم شبه المدرسين. المهم بص يا سيدي، لما اجي اقول لك انت عندك وان فينوتايب هاز فور جينوتايب، لما اجي اقول لك وان فينوتايب هاز فايف جينوتايب، فلو انت مش عارف، ركز بقى معايا، لو انت مش عارف ايه الفينوتايب وايه الجينوتايب، اهو بص بص اللي قدامك ده ايه كابتن، اسمه البي سمول، اسمه فينو، اسمه جينوتايب، الجينات الحروف. لما اجي اقول لك ايه كابتن، ايه سمول، بي سمول، بي سمول، لونه ايه، تقول لي وايت، فوايت ده كده الوايت اسمه الفينوتايب. فلما نقول لك الفينوتايب فانت هتقول لي لون او الصفه اللي انت شايفها قدام عينك، اقول لك جينوتايب تقول لي الحروف اللي بنحل بيها. لما اجي اقول لك بقى مين الفينوتايب اللي عنده فور جينوتايب هتقول لي البينك كلر، هوريك دلوقتي. لما اجي اقول لك الوان فينوتايب عنده 5 جينوتايب هتقول لي الوايت كلر. وعلى فكره برضو الاثنين اللي قدامكم دول الوحيدين اللي في منهجكم، الوحيدين اللي فينوتايب ليه 4 جينوتايب، والوحيد اللي ليه فينوتايب 5 جينوتايب. اهو بص يا سيدي، يلا خلينا نغير اللون، ازرق ازرق ازرق. اوكي بص يا سيدي، ده كده واحد، التاني تالت الرابع. هل ده زي ده زي ده زي ده؟ لا والله ابدا. ده ايه كابتن، ايه كابتن، بي كابتن، بي كابتن، ده ايه كابتن، ايه كابتن، بي كابتن، بسمول، ده ايه كابتن، سمول، بي كابتن، بي كابتن، ده ايه كابتن، سمول، بي كابتن. فلو انت واخد بالك ان الاربعه دول مش زي بعض، بس الحاجه الوحيده السيميلر بينهم ان كلهم ريبريزنت البينك كلر. فده كده اول حاجه، البينك كلر عنده 4 جينوتايب. طيب خد اللي جاي، انت عندك ايه، ادا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، كل دول ريبريزنت ايه؟ هتقولي ده وايت، ده ايه وايت، ده ايه وايت، ده ايه وايت، ده ايه وايت. لو انت بصيت عليهم خمسه ولا واحد فيهم شبه التاني، هتقولي يا مستر بس لسه في اتنين وايت. اقول لك يا حبيبي متكررين، المكرر ما بينجبوش، يعني ده هو ده اهو، وده هو فينو ايه كابتن اسمه فينو فين اهو هو ده. فالمكرر ما بنحسبوش، انت عندك 1 2 3 4 5 مش شبه بعض. فلما اجي اقول لك انت عندك 1 فينو تايب هاز 5 جينو تايب، هتقول لي يا مستر اللون الوايت في البي فلاور بلانت او السويت بي. طيب ده الجزء بتاع الكومبلمنتري جينز. طيب نخش بقى على الجينات الكيس الثانيه اللي معانا، وهي اسمها الليثال جينز. لو انت مش عارف الترجمه، فكلمه ليثال يعني قاتله، وجين يعني جينات. فمعنى كده يا مستر انه ايه ده، في جينات بتموت؟ اه ركز بقى معايا، بيقول لك الليثال جين هي جيناتك كيس وير، ها وير ذا بيور جينز، والبيور هنا ممكن تكون دوميننت جين في صورتها البيور، والاكيد ان هي ريسيسيف لانه طبعا الريسيسيف دايما بيور. اوكي بيقول لك ايه بقى، هي جيناتك كيس وير ذا بيور جينز ميت توجذر، بيعمل لي ايه لما الاثنين جينات البيور بيقابلوا بعض سواء دوميننت ولا ريسيسيف، بيعمل لي ايه؟ بيؤدي الى ديستربنس. اوكي الديستربنس ده بيؤدي الى انه بيموت. فمعنى كده الليثال جين هي جينات بالبلدي كده لو اتقابلت مع بعض سواء في صورتها الدوميننت او الريسيسيف، بس لازم لها شرط ان هي بيور، هتعمل لك مشاكل في جسمك وتؤدي للوفاه. طيب الليثال جين ده يا مستر هل عندنا ليها اكزامبلز؟ عشان انا مش متخيل. قال لك اه بص يا سيدي، انت عندك مثلا اكزامبل على الليثال الدوميننت ليثال جين، عندك تو اكزامبل، الانهيرتنس لليلو فور كلر في المايس، توارث لون الفرو، الفرو الفور، عشان العيال يعني العيال طلبت لغات وبيقول لي الفور ده يعني فار، يا جدعان يا جدعان ارحموني شويه، فور يعني الفرو والفراء كفر الخارجي بتاعه ده. الانهيرتنس للفور كلر، وطبعا الفور كلر هنا بيكون لونه يلو في الكلر مايز. الحاجه الثانيه هي البولدوج سترينز ان كاتلز. طيب وريني كده يا سيدي، بص يا سيدي شوف الحاله عشان انت تفهم دلوقتي. احنا دلوقتي هنتكلم على الدوميننت ليثال جين، يعني جينات لو تواجدت في صوره بيور وهي دوميننت يعني ليتر كابيتال هتموت. قال لك لو احنا جبنا فار الكلر بتاع الفور بتاعه يلو، اهي صفه دوميننت،
هنزوجه مع انثى الفار برضو يلو اهو. قلت له يا مستر هو اليلو دومينانت؟ اقول لك اه، ما هو انت لو واخد بالك واي كابتن. طيب ركز في اللي جاي، ركز. الحاجه الثانيه انه انا هنا كاتب ايه؟ كاتبهم في صوره الهايبرد، واي كابتن واي سمول. يلا هات الجميت. هتقول لي يا مستر يا اما واي كابتل يا اما واي سمول، وهنا يا اما واي كابتل يا اما واي سمول اهو. طيب يلا زوج لي العيال، هتدينا واي كابتل مع واي كابتل اهو، يا اما واي كابتل مع واي سمول، يا اما واي كابتل مع واي سمول، يا اما واي سمول مع واي سمول. يلا ركز بقى عشان نقول الالوان. بص يا سيدي، الاخ ده لونه ايه؟ هتقول لي يلو، اقول لك جدع. الاخ ده لونه ايه؟ هتقول لي يلو، اقول لك جدع. طب الاخ ده ايه؟ لا ده مستر واي سمول اسمه معرفش ايه الريسيسيف تريت هناك، اقول لك الجراي جاد. ركز بقى معايا. طيب تعرف تقول لي الريش؟ هتقول لي يا مستر الريسيسيف طلع بنسبه 1 والدوميننت ده طلع بنسبه 3، اقول لك جدع. انا عايز ليه؟ هات لي الدوميننت الهايبرد. هتقول لي الهايبرد واي كابتل سمول واي كابتل يبقى 2، اقول لك جدع. طيب والدوميننت بيور 1. ايه ده يا مستر شبه لاك اوف دوميننت؟ اصبر 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 يا حبيبي، تستعجلش تستعجلش، محدش بيجري وراك، اصبر. هقول لك دلوقتي انه مش شبهها خالص. ليه بقى؟ العلماء لما بصوا على الواي كابتل واي كابتل لقوا ان الفرد اصلا اوريدي في اليوترس بتاع امه في رحم امه اصلا ميت دايت. ليه؟ لانه ده اكزامبل على الليثال جين واللي موجوده في صوره الدومينانت. احنا ايه هي الليثال جين؟ هي جينات لو تواجدت مع بعضها في صوره بيور وانا هنا بشرح على المثال بتاع الدومينانت، هي تواجدت مع بعضها ان ايه؟ ان بيور ستيت والدومينانت، فبتؤدي الى بين الى ديستربنس في بعض الفايتال بروسيس، بتعمل لي مشاكل في عملياته الحيويه وهو امبريو وبيموت. فلما اجي اسالك بقى سؤال الريشيو الطبيعيه كام؟ هنا بقى تقول لي يا مستر الريشيو الطبيعيه بعد الولاده فين اللي بيمسح؟ امسح امسح البلاعه موت اون. الريشيو الطبيعيه بعد الولاده هيكون 1 to 2. ليه؟ لانه الوان الباقي ده اصلا هيموت. معنى كده يا مستر هو 1 وهم كام؟ 1 4. اه يعني انت تقصد يا مستر انه الكوارتر بتاع الاوفيس برينج بيموت؟ اقول لك جدع جدع فعلا، هو فعلا الكوارتر بيموت. بس هنا الكوارتر اللي مات بقى هو مين؟ هتقول لي يا مستر الكوارتر اللي مات هنا هو الدوميننت واليلو. طيب تيجي ناخد شويه فنيات في الجزئيه دي. يلا تقول لي الله على فنيات المستر العظيم. بص يا سيدي، لو انت بصيت على الدوميننت ليثال جينز فهتلاقي انه العيال اللي طلعت لك، العيال اللي طلعت لك دي عندنا 2 فينوتايب. مش فاهم يا مستر، اقول لك بس اصبر. العيال اللي طلعت لي لون جراي ولون يلو، فادي 2 فينوتايب. خد اللي جاي، وعندنا 2 جينوتايب. تقول لي يا مستر مش فاهم، اقول لك اصبر. عندنا واي سمول واي سمول واي كابتل واي سمول. يعني دي فنيات؟ اه دي فنيات. هيبقى خد بالك وركز بس، انت عندك 2 فينوتايب فعليا اه، ادا جراي ويلو، وعندك 2 جينوتايب ادا واي كابتل واي سمول واي سمول واي سمول. المعلومه الثانيه اللي احب اضيفها لك في الليثال جين انه دايما 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 الكوارتر بتاع الجينريشن بيموت، يعني 25 بتاع الاوف سبرينج ويل داي في الغالب، يعني بيموت وهو في اليوترس بتاع امه. طيب اللي بعد كده الكتاب بعد كده شرح لك مثال تاني هو اصلا مش عليك، بس يعني عايز تبص عليه بص عليه، الا وهي البولدوج سترين. عايز اشرحها لك اشرحها لك. يلا البلاعه مدول. بص يا سيدي، قال لك مثلا انت هتجيب لنا فصيله من البقر اسمها الديكستر، وديكستر هنا مش المسلسل اللي انا بحبه يعني. المهم ديكستر دي يا سيدي فصيله من البقر، تكون سترين من الكاتل. قال لك هنجيب الفصيله دي هنزوجهم مع بعض. طبعا انت واخد بالك هي دي كابيتال دي سمول اللي هي اختصار لكلمه ديكستر او الفيرست لتر من ديكستر. يلا هنجيب الجي، هتقول لي دي كابيتال او دي سمول، هنا دي كابيتال او دي سمول. المهم هنجيب ده مع ده فهيدينا دي كابيتال دي كابيتال، بعدين هنجيب ده مع ده فهيدينا دي كابيتال دي سمول، ده مع ده دي كابيتال دي سمول دي سمول دي سمول. ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي يا مستر ده ريسيسيف اهوت بس طبيعي، ودول هايبرد عاديين. لو انت بصيت على الولد ده اهو، ده دي كابيتال دي كابيتال ده اهو، هيموت. ليه؟ اولا اصلا اسم الحاله اللي عندك لو انت تاخد بالك انا قلتها لك اسمها الانهيرتنس في البولدوج سترين ان كاتل. اولا ده نوع من انواع البقر،
الاخ ده اهو، دي كابيتال دي كابيتال، ده اهو بيبقى مولود اصلا ووشه شبه وش الكلب البولدوج. يعني عارف انت كلب البولدوج كده بيبقى وشه بتاعه مدلدل، لو انت مش عارفها فانت جوجل بالاسم اللي انا عامله لك دلوقتي اللي هو البولدوج سترين ان كاتل، هتشوف المنظر بتاعه. بيبقى العجل يعني مولود بوش كده بيضاوي غريب، وعنده مشاكل في الريسبيريشن بتاعته من النوز، بتبقى مقفولة كده شوية. الحاجة التانية انه الليجز بتاعته بتكون شورت. الحاجة التانية انه الثوراسيك كيدج بتاعه بيكون ضيق وضاغط على اللانج والهارت، ففي الغالب الواد ده بيموت، مش بيموت العجل ده، لا ده بيموت اصلا هو في اليوترس، بيبقى نازل ميت. المهم دي يا سيدي التو اكزامبل اللي عليك في الدوميننت ليثال جين، ودي الفنيات بتاعتهم. اي هوب ان انت تركز فيهم عشان تعرف تحل الاسئله. خلينا ناخد اكزامبل على الريسيسيف ليثال جين. الريسيسيف ليثال جين، الريسيسيف ليثال جين عندك فيها تو اكزامبل، واحده في البلان الا وهي الابسنس، الابسنس للكلوروفيل في نبات الكورن بلانت. ركز معايا عشان هنشرح حتتين كده صغيرين تبقى عارفهم لنفسك. بص يا سيدي، هذا بلانت اهو، البلانت ده انت صغير علشان يعمل فوتوسينثيسيس فمحتاج كربون دايكسايد محتاج ووتر، وكنت بترسم الشمس كده ونازل عليه وتقول الله البلانت بيعمل فوتوسينثيسيس. بص يا سيدي، هل انت سألت نفسك سؤال هي الصنلايت مهمة ليه؟ الصنلايت مهمة علشان هو البلانت بيعمل نوع من انواع الكيميكال رياكشن بيسموه البايو كيميكال رياكشن، فهو محتاج الصنلايت. بس في مشكلة، الصنلايت نازل هنا مين بقى هيعمل له ابزوربشن؟ قال لك اللي بيعمل ابزوربشن للصنلايت هو الكلوروفيل، عشان كده الكلوروفيل مهم جدا لعملية الفوتوسينثيسيس. مهم جدا جدا كمان، لانه اصلا لو من غيره البلانت اصلا مش هيعمل فوتوسينثيسيس. خد المعلومة التانية واضف الى معلوماتك، انه لو سالت هو ليه الماجوريتي بتاعت البلانتس واخده الجرين كلر، او ليه هو الدوميننت كلر في البلانتس، لانه ببساطه خالص المسؤول عن اللون في البلانت هو برضو كلوروفيل، اللون الاخضر يعني جرين. معنى كده انه الجرين هو كمان المسؤول عن انه البلانت يكون اخضر. يعني لو الكلوروفيل ده مش موجود البلانت مش هيكون لونه اخضر، ممكن يكون يلو ممكن يكون وايت على حسب يعني. المهم طيب، معنى كده انه الكلوروفيل ده مهم. طيب احنا هنا بنتكلم عن حاله اسمها ايه، الابسنس، يعني هو مش موجود. هنشوف اللي هيحصل. طبعا انت خلاص استنتجت لو الكلوروفيل مش موجود يعني مفيش ابزوربشن للسان لايت، يعني معنى كده مفيش فوتوسينثيسيس فالبلانت هيموت. فدي منطقيه بالنسبه لك. بص يا سيدي، قال لك هنجيب بلانت اللي هو الكورن وعنده كلوروفيل، كلوروفيل طبعا دوميننت مش محتاج اقول يعني سي كابيتال سي سمول، هنزوجه مع واحد برده كورن وعنده كلوروفيل دوميننت. يلا نجيب الجينز اهو، الجميد يا ربي اهو، يا اما سي كابيتال، طبعا سي كابيتال يختصر للكلوروفيل سي، ودي سي كابيتال، يلا نزوجهم ببعض اهو هيدينا سي كابيتال سي كابيتال، ده مع ده سي كابيتال سي سمول، هنا ده مع ده سي كابيتال سي سمول. شوف لي بقى الاخ اللي هيموت وانت هتستنتج فعليا ان هو هيموت اهو، سي سمول سي سمول. ليه بقى؟ لانه ببساطه خالص هي اولا احنا قلنا ان ليثال جين هي جينات بتتواجد في صوره بيور. اوكي امتى؟ دوميننت ولا ريسيسيف مش تفرق معايا. هنا لو انت واخد بالك فهي ريسيسيف، الاثنين موجودين مع بعض سي سمول سي سمول، ادي اول حاجه الشرط موجود بيور. الحاجه الثانيه ان هي ريسيسيف ريسيسيف، هيموت هيموت ليه؟ لانه فكره انه يكون سي سمول سي سمول يعني اصلا هو ما عندوش كلوروفيل، وطالما ما عندوش كلوروفيل مش هيعمل فوتوسينثيسيس. طب تعالى هنا، ده عنده ده عنده ده عنده اهو، فالثلاثه اللي طلعوا لك عندهم كلوروفيل، وبرضو زي الحالة التانية بتاعة الدومينانت ليثال جين الكوارتر مات. ليه؟ لأنه أدا واحد وهم كام؟ أربعة. أوكي يبقى إحنا دلوقتي عندنا بقى إيه الإكزامبل بتاع الريسيسيف ليثال جين، والمثال بتاعنا هو إنه لو ما فيش كلوروفيل فالبلانت ده فعليا أول ما هيتولد كده ويبدأ يطلع هيلاقي إنه ما عندوش كلوروفيل فمش قادر يعمل فوتوسينثيسيس فيحصل له ويلتنج، هيدبل وبعدين ويل داي. طيب ايه السيميلارتيز يا مستر اللي موجوده ما بين الدوميننت ليثال جين والريسيسيف ليثال جين؟ انه اللي في الاثنين، في الاثنين الكوارتر بتاع الجينريشن لازم يموت. يعني هناك في الدوميننت لو تاخد بالك الولد اللي كان دي كابيتال دي كابيتال ده هو الكوارتر او نسبه 25% مات. طيب وهنا برضو الكوارتر اهو، واحد من الاربعه. طيب مستر ركز معايا، خد الحته الفنيات اهي فنيات. احنا هنا بقى عندنا في الريسيسيف
عندنا كام فينو؟ طيب هتقول لي يا مستر يعني ده مش محتاج، انا كل اللي قدامي ده وده وده كلهم جرين. اقول لك صح، فانا عندي 1 فينوتايب. طيب وعندك كام جينوتايب؟ اهو جينوتايب. تقول لي لا هنا بقى انا هقف ليه، لان انا عندي سي كابيتال سي سمول، ادا واحد وسي كابيتال سي كابيتال، فانا عندي هنا 2 جينوتايب. على عكس الدوميننت، لو تفتكر الدوميننت اعمل بوز كده للفيديو وارجع له تاني، اهو انا هرجعك اهو. الدوميننت كان عندنا 2 فينوتايب و2 جينوتايب، 2 فينوتايب اللي هو الجراي واليلو، و2 جينوتايب اللي هو واي سمول سمول واي كابيتال سمول. تعالى بقى هنا اهو عندنا 1 فينوتايب لان كل العيال ده طلعت جرين، وعندنا 2 جينوتايب سي كابيتال سمول وسي كابيتال سي كابيتال. طيب طبعا عندك حاله ثانيه مثال عليها على الريسيسيف ليثال جين، الا وهي حالات الانفنتايل ديمنشيا او حالات التخلف العقلي. حالات التخلف العقلي دي حاله خاصه بينا احنا بقى، اللي هي عندنا في المان او الهيومن. يعني بيقول لك مثلا لو جبنا شخص عادي لا يعاني من انفنتايل ديمنشيا، ما عندوش تخلف عقلي، جوز ست عاديه لا تعاني من التخلف العقلي. طيب ركز، ها لو انت خد بالك انا كل الاكزامبلز اللي جيت اشرح فيها كان دايما البيرنتس بيكونوا هايبرد، ها دايما اهو ده هايبرد، ده كان هايبرد، فينه فينه فين اهو، ده كان هايبرد. الاكزامبل اللي بعده ده كان هايبرد. تمام ركز بقى في اللي جاي، هنجيب الست ده، يلا طلع الجميز، طلع 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 اهو ايه كابيتال او ايه سمول، هنا ايه كابيتال اسمول، يلا نزوجهم ببعض زوج يا سيدي، ايه كابيتال ايه كابيتال ايه كابيتال اسمول ايه كابيتال اسمول ايه سمول ايه سمول. اللي هيحصل الولد ده هيموت. ليه؟ لانه الاثنين جين بتوع الانفنتايل ديمنشيا اتقابلوا مع بعض فايت اكتيفيت، فيعمل لنا شويه مشاكل في البرين فورميشن وهتؤدي في الغالب الى الوفاه. ده كده انا شرحت عندك 2 جيناتيك كيس، حاله الكومبلمنتري جينز وحاله الليثال جين. باقي حته صغيره اللي هي بتاعت الافكت اوف ذا انفايرومنتال فاكتورز اون ذا بتاع ده جين ورك. العيال بيقول لك يا مستر احنا خطك مش فاهم منه حاجه، يا ابني مش فاهم ايه effect of environmental factors on the work of genes. اهي اهي واضحه خالص، وحتى لو انت مش فاهم حاجه من الكتابه فانت يعني سامع اكيد. يعني بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك انه ممكن يكون الجين عندك هو اوريدي موجود بس بيحتاج external factor علشان ياكتيفيته. لا انا مش فاهم، بص يا سيدي خلينا نشرحها، اشرحها علينا الاول بعدين اشرح لك المثال اللي عليه في الكتاب. انت دلوقتي السكين كلر بتاعك اللي مسؤول عنه جين بيكون لي بروتين اسمه الميلانين، والميلانين ده هو الريسبونسبل فور السكين كلر. بمعنى كل ما الجين ده كان اكتيفيتد قوي، كل ما الميلانين كان اكتيفيتد وكتير، كل ما كانت البشره بتاعتك دارك غامقه. كل ما الجين ده كان الاكتيفيتي بتاعته قليله، كل ما الميلانين كان قليل، كل ما البشره بتاعتك كانت لايت فاتحه. طيب انا مش متخيل، اقول تخيل ان انت شخص لايت سكن، خدت بعضك ورحت جمص راس البر، رحت الساحل. اه حلو، المهم رحت يا سيدي الساحل وقعدت كده على البحر والشمس نازله فوق دماغك، طبعا هيجيلك ضربه شمس، تقعد شمس كتير. المهم بيس يا مستر، يا جدعان اقسم بالله بقيت بهزر زي المدرسين. المهم انت بشرتك فاتحه، لو انت خدت بالك هتلاقي انه بعد فتره من اكسبوزنج لللايت هتلاقي انه البشره بتاعتك بقت دارك. ايه اللي حصل؟ افسر لك انا اللي حصل. كده كده انت عندك الجين بتاع الميلانين بس هو مش كتير، مش قوي، لانه الجين مش اكتف فبينزل من القليل فانت بشرتك فاتحه. اول ما انت تعرضت لللايت، اللايت ده بينزل على الجين ياكتفه، طالما الجين بقى اكتف قوي فميلانين كتير فبشرتك بقت غامقه، فانت خدت تان اللي انت مسميها تان،
وهو ده فعليا اللي بيحصل. هو فكره التعرض او ان احنا نعمل تان انك بتعمل اكسبوشر لللايت، فاللايت او الصن لايت بيعمل اكتيفيشن للجين فميلانين كتير فبشرتها غامقه. هبقى نشرح ده المثال اللي عليك. العلماء راحوا جابوا زرعتين بوتيت بلانت اهو، من تلاقي كتب لك سيدلينج زرعه صغيره لسه يعني. المهم والاثنين يا سيدي من الويت بلانت او الكورن بلانت مش تفرق معايا. جابوا البلانت الاولاني وعرضوا له لايت، البلانت الثاني قفلوا عليه مفيش لايت. بعد فتره لقوا ان البلانت ده لونه جرين وجميل، طب ما هو بديهيات عادي، ما هو جرين عشان عنده كلور في الجدع بس لسه عايش. لما راحوا للبلانت ده لقوا ان اللون بتاعه يلو، وبعد فتره حصل له ويلتنج، وبعد فتره ما ضاي. لا انا مش فاهم. بص يا سيدي، لو انت واخد بالك البلانت ده عنده جين، لان هو اصلا كان اخضر، هو عنده جين بس السان لايت بيأكتيفه. طيب مفيش سان لايت فالجين بيقف عن العمل. طيب طالما الجين وقف عن العمل فمفيش ابزوربشن للسان لايت، مفيش فوتوسينثس، فالبلانت بيتحول لونه من جرين اللي هو الكلوروفيل المسؤول عنه يتحول ليلو. طيب وطالما تحول ليلو فمعنى كده ان البلانت مش قادر يعمل فوتوسينثس، فالبلانت هيدبل وبعدين هيموت. طيب انا مش قادر اتخيلها. بص يا سيدي اوريها لك. اي هوب ان انا لاقيها. دين 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 دين. اهو جابوا البلانت اهو، ده البلانت الاولاني اللي لونه اخضر. جاب واحد تاني اخوه شبهه زي ده، عرضوا ده للسلايت وسابوا ده في الدنيا ضلمه اهي، الدنيا مغمقه اهي. لقوا ان ده لونه جرين وجميل وحلو، ولقوا الاخضر الاخ ده بقى لونه يلو وهيحصل له ويلتنج. ده معناها ايه؟ معناها انه اللايت بيأفكت على الورك بتاع الجين. يعني اللايت مهم جدا لعمل الجين. الجين موجود اوريدي اوكي اللي هو كلوروفيل، بس محتاج حد يعمل له افكت ياثر عليه. الحد ده هو مين؟ السان لايت. طيب ما تديني مثال تاني يا مستر. اديك يا سيدي مثال تاني ولا زعل نفسك. قال لك لو انت رحت على الانترنال ليفز بتاعه الكبج، عارفين طبعا ان انا خريج فنون جميله مش عارف ايه ده، بس تمام اعتبر ان انا برسم واحده يعني، واحط لها بقى ايه ايه ده، امسح امسح امسح. المهم انا بعتبر ان انا برسم كرومبا دلوقتي يا حبايبي. اهي الكرومبا بتبقى من جوه الورق بيبقى داخل في بعضه كده. المهم لو انت بصيت على الكرومبايه الكبج هتلاقي انه الاوتر ليفز بتاعتها بتكون جرين اهي، الانر ليف لو بصيت عليها برضو هتلاقيها وايت. ايوه ده معناها ايه؟ ركز بس ركز. الاخت الجرين ده اهي لان هي اللي متعرضه للسان لايت، فالجين بتاع الكلوروفيل شغال فلونها شغال. الاخت اللي جوه مش واصل لها سان لايت، هي عندها الجين جوه بس مش شغال لان السان لايت بيحتاج يعمل له افكت، بيأثر عليه، بيحتاج يعمل له اكتيفيشن هو اللي يخليه يشتغل. فهي اصلا الورق الداخلي مش واصل له سان لايت، فمعنى كده ان الكلوروفيل يعني بعافيه شويه فاللون بيبقى وايت. وكده يبقى تشابتر 2 خلص، وان شاء الله باقي 2 فيديو ويبقى خلصنا اليونت الطويله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.